لكل شيء في الحياة إيجابيات وسلبيات، وإذا كان العالم ما زال يعاني من تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا والتأثيرات السلبية للحجر الصحي، يبدو أن للفيروس التاجي جانباً مشرقاً كما بدا في الصور التي التقطتها وكالات الفضاء. لقد أظهرت تغيرات بيئية واضحة على كوكبنا. إنه حقاً لأمر مدهش ما يحدث عندما نوقف نحن البشر محركاتنا لبعض الوقت. ففي مقاطع الفيديو والصور التي انتشرت مؤخراً على شبكة الإنترنت، شاهدنا سماءً صافية فوق مدن ضبابية سابقاً مثل بكين ولوس أنجلوس، وحتى نهر الغانج أحد أكبر أنهار الهند الملوث عاد نظيفاً للمرة الأولى منذ عقود. وهناك مياه نقية في قنوات البندقية الإيطالية، وهناك حيوانات تتجول بجرأة في المدن المغلقة. فمع إيقاف النشاط الصناعي وتطبيق الحجر الصحي، تضاءلت حركة المرور إلى الحد الأدنى، وخفضت شركات الطيران رحلاتها بنسبة 60-90%، فانخفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء حول العالم، وبدأ أن بيئتنا الطبيعية تتعافى بالفعل. وبعد أن كانت تقديرات إدارة الصحة العمومية والبيئة التابعة لمنظمة الصحة العالمية ترجح وفاة نحو 3 ملايين شخص سنوياً بسبب الأمراض الناجمة عن تلوث الهواء، تحسنت جودة الهواء في المدن الرئيسية بالعالم بشكل كبير. فقد انخفضت انبعاثات المصانع من ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين وتكوين الأوزون السام وغيرها من الملوثات. من المهم أيضاً توخي الحذر والدقة في تداول الأخبار والمعلومات، فقد أثير مؤخراً موضوع إغلاق ثقب الأوزون الشهير وربطه بكورونا، ولكن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حسمت الجدل بشأنه، وصرحت بأن الأمر غير مرتبط بكوفيد-19 على الإطلاق، وإنما هو ظاهرة طبيعية. ومع كل ذلك، وفي المقابل يبدو أن للوباء نفسه تحدياته البيئية الخاصة. إذا فكرنا بمليارات القفازات والكمامات وزجاجات المعقمات والمخلفات الطبية التي خصص معظمها للاستخدام مرة واحدة، فسنعرف أنها مصدر قلق. فقد ارتفع حجم النفايات الطبية غير القابلة للتدوير، ومع ظهور قيود الاستيراد في الأسواق، أدى الانخفاض الشديد في الصادرات الزراعية والسمكية إلى إنتاج كميات كبيرة من النفايات العضوية. أيضاً، وبسبب الحجر الصحي، ازداد استهلاك بعضنا للأغذية الجاهزة التي يتم تسليمها عادة في عبوة للاستخدام مرة واحدة. كل ذلك خلق المزيد من التحديات لإدارة النفايات، وبدا الأمر أبعد من كونه تحسناً بيئياً دائماً. فقد تكون النتائج البيئية الإيجابية التي ظهرت خلال أزمة كورونا ما هي إلا ردود فعل على ظروف طارئة، فالنتائج لا تكون إلا بعيدة المدى، ولن تتحقق إلا باتخاذ التدابير الملائمة. والانهيار الاقتصادي لا يخدم البيئة، وغالباً سوف تستعيد الانبعاثات مستوياتها السابقة عندما ينتعش النشاط الاقتصادي مع حل الأزمة. فهل بإمكاننا الحفاظ على تلك الإيجابيات بالفعل بعد عودتنا إلى أعمالنا المعتادة؟ إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد، لا تنسى أن تعمل لايك، سبسكرايب، فولو وتفعل الإشعارات.